شوفك ساكت يبا، يعني ما رديت على الموضوع اللي قلت لك اياه. ايش تبيه لك كل شيء بنيتي؟ الريال اعترف وقال كل اللي عنده. يبا يعني دام هو اعترف وشرح حالته وظروفه، يعني انا اقول ما له داعي انه يعني اجر شقه. ليش ما تعطي شقه بعمارتنا؟ انا ما عندي مانع اعطي شقه بعمارتنا، بس انا خايف انه يعتبرها صدقه وما يرضى. زين انا عندي حل. قولي. وظفه بالشركه. شو وظفه بالشركه؟ الريال شهاده ما عنده الله يهداك. يبا ما يخالف، مندوب اي شيء، حاله حال الباجي. واللي يسلمك يبا، تكفى لا تردني الا هالريال ابيك تساعده. تدري انك عزيزه وغاليه علي وعمري ما رديت لك طلب. اعتبريه تعين مندوب بالشركه، ايش تبين اكثر من كذي؟ وكذي خلاص، من يدري ان احنا وظفناه بالشركه ما راح يحس ان احنا متعاطفين معاه. عدل كلامي؟ عدل. انا بكلفه يجمع الايجارات من المؤجرين، واذا شفته هاب ريح بزيد راتبه. ايش رايك؟ يبا كأنك بتستغل الريال من البدايه. شلون استغل الريال هذاك؟ ابي يشتغل يتعلم، وكل ما تعلم زدنا راتبه. اذا كذي اوكي. مشكور يبا. حاضر. ايش سويت يا محمد؟ شلون تقول حق الناس عن ظروفك؟ الحين ايش بيقولون عنك؟ اخ ما ادري ليش سويت كذي، بس حسيت انهم كأنهم اهلي. يمكن لان عمري ما حسيت بالاحساس مع احد، بس زين اني ما قلت لهم اني كنت مسجون بسبة المخدرات. زين ان جتني فكرة اني طقيت واحد وسويت فيه عاهة مستديمة، عشان كذي دخلت السجن. الحمد لله يا مبارك وظفت هالولد بسرعه. ليش؟ تشاكي غير كذي؟ لا ابد ما عندي شك يا حبيبي، بس قلت يمكن تقول له تعال بعد يوم يومين، وحسيت هالشهد تزعل. لا عاد كل شيء ولا زعل، شهد ولا ام شهد.